هذا من البدع في دين الله عز وجل أن يقال فقه الواقع، هذا بدعة، من أين أتوا بهذا؟ لا يمكن أن يذكر العالم حكما شرعيا إلا وهو يعرف الواقع. حتى علماء الأصول يقولون من بين القواعد الأصولية الحكم على الشيء فرع عن تصور، كيف يحكم على شيء لا يتصوره؟ كيف يحكم على واقع وهو لا يفقهه؟ لا يمكن. لكن هؤلاء أرادوا أن يبلبلوا الناس وأن يضعوهم في متاهات، وهي متاهات لا تحمد عقباها، ونحن نجني منها وجرينا منها من قبل، المساوئ والزيغ والانحرافات الفكرية والسلوكية عند كثير من الناس. وللأسف إن أردت أن تنجو فعليك بالشرع، عليك بشرع الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما بالصحيحين عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهؤلاء يقولون إذا أردنا بالأمة خيرا ليتفقهوا في الواقع. معارضة. يعني يفترض أن المسلم حينما تمر عليه هذه العبارة يردها ويرفضها لهذه الأحاديث، وأحاديث كثيرة. فذلك مثل من فقه في دين الله كما في صحيح مسلم. وإذا تحدثوا عن فقه الواقع إنما يتحدثون عما يرغبه الناس، ما يوافق أهواءهم يتحدث فيه. طيب أين فقه الواقع من حال هؤلاء من أوضاع الشباب في تضييعهم للصلاة، في عقوق الوالدين، في صلاة الأرحام، في اللباس الشرعي، في التحذير من التشبب الكفار؟ لا يوجد في كلامه، إنما يوجد في سياسة: أخطأ مسؤول، فعل ذلك المسؤول، فعل ذلك الوزير، أو ما شابه ذلك. هذا الذي يتحدث عنه، وحصر الناس في هذا الأمر. ولذلك من يدندن من هؤلاء أو من يتبعهم لو أتيته إلى أبسط المسائل ما عرفها. لو تقول له ما هي الأصول الثلاثة ما عرفها، مع أنها هي التي سيسأل عنها في قبره. ما يعرف ما هي الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، ما يعرف ما الذي يلزمه أن يتعلمها. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد قال: ما لا يسع الإنسان أن يجهله. يعني في أمور يدندن حولها في فقه الواقع، لو أتيت إلى هؤلاء في أمور يحرم عليه أن يجهلها ما عرفها، فماذا أفادنا فقه الواقع الذي يقولونه؟